مساء الخير متابعينا الكرام، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج سوشو عبر منصات. بكل حلقه بنتناول موضوع مختلف للحديث عنه. اما المحور الاساسي لحلقه اليوم هو عن تخمين الاراضي وزياده الرسوم، اناقشها مع ضيفي السيد نمر الفايز. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك، وانا بتشرف اني معكم في هاي المنصه الحلوه إن شاء الله اللي تكون فاتحة خير عليك وعلى الإدارة، وفعلاً بتشرف في قناة منصات أني أعمل هذا الحوار. احنا سعيدين جدا بوجود حضرتك معنا، ويعني حتى اليوم عنوان حلقتنا ملفت لكثير من الاشخاص اللي عم بيتابعوا حلقه اليوم، لانه اكيد في عقبات عم بتواجهكم يعني بتشتغلوا في هذا المجال، بيع وشراء الاراضي والعقارات. صحيح 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 صحيح. شو هي العقبات اللي بتواجهوها او شو الصعوبات اللي بتلاقوها خصوصا حاليا بهاي الفتره؟ يعني انا من قبل كانت الأمور تمام بالنسبة لكم، هلأ صار في حكي في الموضوع؟ بتعرفي إحنا في الأردن هون هلأ إحنا في عنا ركود، وركود اقتصادي كبير، فقطاع العقار كان عمار أو شقق أو أراضي زراعية أو أراضي تنظيمية أو أراضي تجارية، هي اللي هي العمود للاستثمار والعمود للحركة في الأردن. يعني العقار بيمشي كل شيء، مشروع العقار بيمشي كل شيء، خصوصا بعمليه يعني البيع، انه واحد بده يبيع ارض عقار، طريقه الافراز وطريقه. يعني انا مثلا بجي بدي ابيع قطعه ارض لمستثمر او لتاجر من تجار الاردن، من تجار البلد، يعني ارض مثلا تسوى 5000 درهم 10000 درهم، اذا كانت بتسوى التقدير الاداري اللي حاطينه اياه، هذا حاطينه من سنه وجاي او من اقل من سنة تقريبا، حاطين تقدير الاداري، تقدير الاداري على كل المملكه، مثبت عندهم القطع للتقدير الاداري تبعهم، كيف خمنوا وكيف عملوا وكيف سووا وكيف قدروا، هذا الحكيم ما بعرف. هم عاملين لكل منطقه جغرافيه في المملكه هي لها سعر او لها تخمين معين، مش كمان كل منطقه، كل قطعه بالمنطقه، كل قطعه مظبوط. نعم، حسب المنطقه الجغرافيه الموجوده فيها. يعني مثلا قطعه بتسوى 10000 دينار فعليا، انا عشرة هيك الحد الرسوم صح نزلوا ل 6%، وبدنا لا ينزلوا اكثر كمان، فرفعوا التقدير الاداري، صارت ام ال 10000 اللي انا ببيع للمستثمر ب 10000، مثلا بدي ابيع له 20 درهم، انا ب 10000 دينار مثلا تقولي 200000 دينار، لما تأجي وانه مخمنين لي الدلم ابو ال 10000 مخمنين لي اياه ب 20 ولا ب 25، يجي المشتري اللي بده يشتري بس يشوف التقدير والتخمين ورسوم التخمين بقول لك عمي انا بطلت ما بدي اشتري. فهون بتصير الضرر على اللي بده يبيع، على الطرفين، وعلى الطرفين اكيد، انه ممكن حدا بده يسافر، بده يشتري قطعه ارض، بده يشتري عقار، هذا ما حيستنى، هذا السفر واللي بده يخربها، هذا موضوع الافراز، هذا بنتطرق له بعدين. احنا بنحكي عن موضوع البيع، انت لما تخرب قطعه ارض بيعها لشخص، هالشخص هذا عليه 100 التزام، عليه ليش بحكي لك استثمار البلد؟ العمار والاستثمار، العمار عليه، عمار المعارض والسيارات واستثمار السيارات على الاراضي، كل شيء بلزم كله بيرجع للاراضي، اذا حركه الاراضي مشيت كل البلد بتمشي. احنا بالقارات هاي صاروا يفلوا المستثمرين، يفلوا المشترين، يفلوا التجار منا، عرفتي كيف؟ هذا الموضوع التقدير الاداري اللي احنا طالعين، هذا اللي بيخربط البيعه. يعني بعد ما تنتهي البيعه وخلص بقول لك يا عمي لا، هاي رسومها غاليه علي، انا ما بدي اشتري، بطل اشتري. طيب خلينا نفرض انه هي فعليا يعني كخبراء ومخمنين انه باي دائره انه فعلا هاي الاسعار مقاربه، يعني معك، ممكن أنا تكون فعليا مقاربه أنا للسعر. أنا معك، أنا الحكي اللي أنت بتحكيه معك، أنا بس من هذا القرارات ممكن يكون 10% 20% من الخبراء والمستثمرين تبعين دائرة الأراضي الرسمية، كويس؟ هم نفسهم المستثمرين يكون قراراتهم 20% صائبة، وال 100% اللي ظلن ال 80% لا، مش صحيح. من أي ناحية بوجهة نظرك؟ من أي ناحية؟ بالارتفاع اللي صاير والواقع اللي أنا عايشه. طب انا عايش الواقع، الارض بتسوى 5000، اروح اتفرج وانه تقديرها 15،
ما بنفع. هذا واقع، هم وجهة نظرهم ممكن صحيحة بس مش 100% صائبة. أقول لك خليها 50% صائبة والخمسين الثانية. طيب لا، أنا عندي استعداد أخليها 0 عندي صائبة كدولة، وأخلي 100% للمستثمر وللتاجر مشان أشغل البلد، أشغل المستثمرين، أشغل التجار. نعم. طيب حرك. هلأ مثلا برأي حضرتك إيش ممكن يعني خلينا نقول كاقتراح، شو ممكن تقترح كسيد نمر أنت أنه يكون في حلول بديلة أو حلول تخفف من هاي الأزمة على الطرفين، سواء اللي بيبيع أو اللي بيشتري؟ أنا اللي بحكيه واللي إحنا كنا ماشيين عليه، يعني قبل سنة كنا ماشيين على قرارات صائبة 100%. حركة الأراضي كل دوائر عمان تفوتيها مليانة زخم، بيع مشترى بيع مشترى بالأسعار القديمة بالتخمين القديم اللي كانوا مخلين التخمين، ما صار التقدير الإداري هذا اللي عملونا إياه. كانت هو جديد، أتوقع هو كل 3 سنين حيصير فيه زي أبديت. هذا أول مرة يمر علينا من 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 بدت الأراضي، أول مرة يكون عندنا. شوفي ضيفي إله إلغاء الوكالة، إلغاء الوكالات كمان، هذا خرب بيته من الناس. خرب من أي ناحية؟ اللي بيشتري يعني أول شيء الوكالة لما تكون وكالة والأرض حقها 200,000 وأروح دائرة الأراضي أخمن على التخمين التقديري تبعهم هذا اللي حاطين لي إياه، ألاقي مثلاً تقديرها رسومها 25,000. قلت لا يا عمي، خلنا أخذ وكالة كتجارها، خلنا أخذ الوكالة غير قابل للعزل، أضمن حقي فيها وخلي التخمين زي ما هو. يجي مستثمر ثاني بده يشتريها، هو يا عمي يدفع رسوم، ليش أدفع أنا رسوم؟ يعني بتحمل إني أشتري. يعني مزبوط، هون فيها وقف حال خلينا نقول. طبعاً وقف، طبعاً وقف. لا وضيفي إله هذا الحكي، إحنا أنتم بتقولوا الوكالات، قبل كنا نحكي عن الوكالات بالنصب ووكالات بصير فيها ووكالات بصير فيها نصب وبصير فيها كذا وبصير فيها كذا. يا ستي من بدل الوكالات العامة غير قابل للعزل التغى هذا الحكي كله نهائيا. صار التاجر ياخذ وكالة خاصة غير قابل للعزل، بروح المشتري بدفع 16,000 رسوم وبيثبت وكالته، لا بالطرة لا يضغط على هذا ولا يضغط على هذا. هذا بالنسبة للرسوم. سيدنا ما رح نرجع نواصل حديثنا بخصوص هذا الموضوع، رح نكون معكم مشاهدينا بفاصل وراجعين. رجعنا معكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وكنا نحكي قبل الفاصل عن موضوع تخمين الأراضي والعقارات مع السيد نمر الفايز. هلأ بدنا ننتقل من هالموضوع لنحكي عن موضوع الإفرازات وشو بتعانوا منه. ست العزيزة، موضوع الإفرازات طلعونا بموضوع جديد على موضوع الإفرازات، يعني هاي كمان بتهرب، أو بلاش نحكي كلمة بتهرب، بتبعد المستثمرين أكثر من موضوع البيع والشراء. من أي ناحية؟ ستي يعني موضوع الإفراز ممكن نقعد 15 يوم 20 يوم لما ياخذوا قرار برسوم الإفراز. طيب بينما أنا فارز 100 دولم 50-50 قبل سنة، فارزهم 50-50 كل قطعة 50 وماخذين رسوم الإفراز منه، مخملينها وماخذين رسوم الإفرازات، طلعن قطعتين هاي 50 وهاي 50 منيح؟ تمام. إجا مشتري عندي بده يشتري من 50 20 دولم كويس؟ من 50 بده يجيب أو يشتري 20 بده يشتري 20 من 50 بدك تضطر تعمل عملت معاملة الإفراز لل 20 دولم. معاملة الإفراز طيب بوديها على لجنة مثلاً، إحنا كجنوب عمان إحنا تابعين أراضي جنوب عمان، أراضي إحنا لبدو الوسط، بتجي عندك بتفوتها لجنة فنية، بتدخل لجنة فنية بتقعد لها 4-5 أيام باللجنة الفنية، مش مشكلة لازم، وإحنا بننتظر هالحكي هذا. بعد ما تطلع من اللجنة الفنية بدها تنزل على التقدير، تقدير الأراضي ماشي بطء، بتفاجأ وإنه بقول لك التقدير لا ما بقدر لك إياها. هلا ليش ما بتقدرها يا أخي؟ لا هاي في لجنة بدها تجتمع بجنوب عمان
اللجنة التقدير الإداري بسموه التقدير الإداري مزبوط. وحكينا فيه قبل الفاصل. نعم. واللجنة اللي بجنوب عمان بتقرر بإيش الرسوم، والرسوم بده يرجع على الويبدة الدائرة الرئيسية. طبعاً بجنوب عمان بده يقعد أسبوع، كل أربعة بتجتمع اللجنة أو كل أحد بتجتمع اللجنة. بعد ما تجتمع وانتوا بدكم تستنوا لاجتماع اللجنة؟ طبعاً مجبورين أكيد. واللي بده يشتري بستنى قاعد معي كمان. طيب كويس، اللجنة اجتمعت، لا موظفين اليوم غايبين اثنين، ما بنأجلها الأربعة الجاية، هاي أسبوعين راحن، وأربع وأسبوع بالقسم الفني، هاي ثلاث أسابيع بدها تروح على الويبدة. بدها الويبدة يعني ما بدنا نحكي الويبدة، يعني جماعة اشتغلوا صح، يعني بالويبدة بس تصلهم التقدير مباشرة بيوافقوا عليه، ثاني يوم ثالث يوم بيجي. طيب اللفة هاي كلها ليش؟ طيب أنا يا أخي العزيز قبل سنة فارزها هاي 100 دونم، كانت فرزتها 50 50 50، هلأ بدي أبيع منها 20، ودفعت رسوم إفرازها، وعارفين قديش رسوم الإفراز والتقدير الإفرازي عندك، شو 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 بدأ ما بدأ يعني من 6 شهور لليوم، إيش عملنا مكة مول فيها بالقطعة الثانية مشان نزيد السعر؟ هذا إحدى يعني المشاكل اللي بنعانيها كمان، يعني هذا اللي بنحكي فيه. بتقولي لي ممكن يكون المشتري طيارته بتستنى، بده يسافر، بده يشتري، بده يطلع. طيب هذا بيأثر عليكم انتم سلبا طبعا، بس طبعا بيأثر عليك وبيأثر على البلد. عمره راحت منك شروة كثير، مش بس انا، وكثير ناس كثير من اصدقائنا من التجار، يعني بقول لك يا عمي خلص انا والله طول معاملة الافراز بدي، يعني تصوري بتقعد معاملة الافراز بعد مرات شهر. طيب خلينا نحكي هيك برأيك الشخصي، مثلاً هذا التأخير، ومثل ما تفضلت حضرتك قلت ممكن حدا يكون غايب من اللجنة بدك تستنى كمان. نعم. إنه شو ممكن يكون بديل كمقترح، خلينا نقول كمقترح، يعني كأنتوا بتشتغلوا بهذا المجال شو بتقترحوا عليهم حتى يتساعدوا معكم بهذا سيدي الموضوع؟ أول شيء عندنا موظفين إحنا محترمين، تمام، عندنا موظفين محترمين بالأراضي جداً، ونشيطين. هذا القسم الفني عندنا بأراضي جنوب عمان أو شمال عمان من أنشط وغربي عمان، يعني من أنشط الفنيين اللي موجودين بالموضوع. احنا مش بنقول على الموظفين طبعا، اكيد احنا لا تعليق على الموظفين وجهودهم الجبارة والرائعة، على القرارات، ايوه على القرارات وعلى الوقت، يا ريت قرارات، قانون طلع، صار قانون التقدير الإداري، صار قانون صحيح. طيب الوقت مدام انا عندي مساحي، ومساحي خبير، والخبير المساح الموجود والمقدر موجود، ليش تلتوا تعجنوا لجنة وما لجنة وقيم اللجنة وودي اللجنة؟ ليش مخلص انتهينا؟ مقدرة قبل شهرين ثلاثة على نفس التقدير، بتتقدر معاملة الإفراز. يعني أنا لما أسوي لونا على القرارات القديمة قبل 5 شهور 6 شهور، أنت عارف معاملة الإفراز قديش تقعد؟ تمشي بسرعة. بالدائرة قديش تقعد؟ 3 أيام. انه باسرع وقت طبعًا. ممكن بس انت بدك ترجع تعمل معامله من اول وجديد على افراز مثلا، خلينا نقول ال20 دونم، هن ال20 دونم بقعدن 3 أيام مع التقدير اذا كان على القديم، على القبل. ايوه خليها تقعد اسبوع 10 أيام تقعد. طب ليه ما تطالبوا انه يرجع نفس القرارات القديمه مثلا، انه حتى ما تتضرروا؟ وبرضه تفضلت ما حدا مطالب، طلبنا شخصيا لاصحاب القرار، ما وصلنا هذا الحكي. انا هذا اللي بقصده، انه ما وصلهم اي معلومه، هذا اللي بحكي فيه. لا ما وصلنا، يعني انا من التناقضات، حتى خليني بدي ادخل بموضوع ثاني غير الافراز، من تناقضات الوكالات. احنا قبل كيف كانت الوكاله هذول غير قابل للعزل؟ مثلا بدي ابيع 10 دونمات من اصل 20 دونم من حصصي في قطعه الارض رقم كذا، ماشي تمام، هاي فيها إشي، هاي ما طلعوا قانون جديد سووه بالوكالات، أنا مش فاهم شو لليوم، فهموني ويدخلوها دماغي إيش الموضوع وليش عملتوا هالحكي هذا، مش فاهم. إيه ستي، نسبة مئوية. نسبة مئوية من مساحة الأرض، بدي أبيع 10 دونمات لازم أحسبها نسبة مئوية وأسجل. طب خربطت بصفر، أنا صارت معي، أنا بيني وبين ابن عمي بده يبيع 20 دولار من أصل 200 وإشي. أنت بتحكي من أرض واقع صار معك. هاي صارت مزبوط. معي هاي بالنسبة للوكالات والنسبة المئوية. صدقي بده يبيع 20 دولار، طلعنا معطين وكالة 200 دولار. فرق النقطة، فرق كبير. لا مش كمان النقطة، الشاحطة.
مثلا تسعة بوند بدي احط هيك زيرو، لازم احط الزيرو قبل، يعني اقول لك والله لولا ما كان انه المشتري صديقي وبعرف له وقدرت تتفاهم وقدرت تتفاهم راح ال 200 اجى لغى الوكالة الاولى وسوى وكالة نسب المويل. هذا كمان من عقبات احنا مش فاهمين ليش، مش فاهمين عرفتي ليش الموضوع الافراز يعني. تمام. طبعا احنا هاي الحلقه مش بس عن هذا الموضوع لانه هو موضوع بحر واسع وله مناحي كتير، وبتمنى كمان انه حتى نوصل احنا للمسؤولين نسال الاسئله اللي طرحتها حضرتك. نعم. انه ليه؟ نعم. وعشان شو؟ انه طب انه خلي يكون في حركه على البيع والشراء وانه تخففوا الاعباء على، بس احنا لازم أنا بحكي كناحية إعلامية لازم نوصل للمسؤولين نسمع منهم برضو حتى نقدر نقرب وجهات النظر ونعرف ليش. ستي المسؤولين إحنا مش فاهمين ليش، والله إحنا مش فاهمين. قانون ماشي والأمور ماشية بالصح وبالأمور الصح، والاستثمار شغال، والأراضي في بيع ومشترى، والوكالات ما في عليهم غبار حتى عند وزارة العدل. يعني أنا عندي استعداد أقعد مع وزير العدل وأتناقش أنا وياه عن موضوع الوكالة، انهن اثبت يعني هلا الوكاله شو بصير فيها هسه وكالات، هلا شو هسه بتعملي لي وكاله ها بدفع لك مصاريكي بس بحالي بروح انا على البيت بترجع انت بتلغي الوكاله، بصير قضيه. ايش يعني احنا بدنا نشجع القضايا؟ لا طبعا ان نعمل قضايا طبعا سجل قضايا سجل مدام. بتمنى انه نحكي برضه في هذا الموضوع بحلقه ثانيه، وانا بدي اشكرك جزيل الشكر على الحلقه الرائعه وعلى وجودك الرائع معنا اليوم ببرنامج سوشو عبر منصات. بس بدي توجه كلمه اخيره من حضرتك للي عم بيتابعك وعم بيسمعك بخصوص الموضوع هذا. والله انا اول شيء بدي احكي له انه ان شاء الله القرارات تتغير، ان شاء الله الامور تكون للافضل وللاحسن، ويدرسوا قرارات ثاني مره ويجوا خبراء اكثر من هيك وممكن يكونوا افضل او نفس الشيء ومستشارين ويعيدوا القرارات. بدك تنتظر، بدك تصبر، وطننا بدنا نصبر عليه في شيء وما كان يكون، يعني امور بدنا نتساهل مع بعضنا ونتساهل مع بعضنا. وشكرا لك والله يطول بعمرك، وإشي مفرح اني انا كنت كان لقائي معكم في هذا المنصة. شكرا، كل الاحترام لحضرتك، ومبسوطين جدا مره ثانيه بحضرتك بهاي الحلقه. مشاهدينا الكرام اكيد تابعونا بحلقه جديده من برنامج سوشو عبر منصات.